بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي واخواتي طلبه وطالبات الصف السادس الابتدائي، اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النصوص في مدرسه رواد المستقبل للغات. تعالوا النهارده مع بعض هناخد درس جديد من دروس النصوص، درس رائع عجبنا جدا وفكرنا شويه كده بايام الطفوله، وخاصه لو في حد فينا كان عايش في الريف او عنده قرايب في الريف. هنبتدي نصور مشاهد من الريف كما يصورها الشاعر، ونبتدي نعيش مع بعض الجو نص لغاية البعض. النص بتاعنا النهارده للشاعر اسمه أبو القاسم الشابي. وأبو القاسم الشابي شاعر تونسي، ولد عام 1906 في قرية الشابية بتونس. له ديوان شعر اهتم فيه بقضايا الثورة وحرية الشعوب. طبعاً إحنا اتفقنا إن أهم حاجة إن نعرف اسم الشاعر، ده أهم شيء، لو عرفت معلومة أو كده عنه وتمام جداً. تعالوا مع بعض كده نقرا النص. أيام كانت للحياة حلاوة الروض المطير، ووداعة العصفور بين جداول الفناء النمير. أيام لم نعرف من الدنيا سوى مرح السرور، وبناء أكواخ الطفولة تحت أعشاش الطيور. نبني فتهدمها الرياح فلا نضج ولا نثور، ونعيد أغنية السواقي وهي تلغو بالخير. نشدو ونرقص كالبنابل للحياة وللحفور، ونظل ننثر للفضاء الرحب والنهر الكبير. ما في فؤادينا من الأحلام أو حلو الغروب. تعالوا مع بعض كده نسمع النص كده بطريقة جميلة جدا. بسبب المناظر الجميله اللي عاش فيها.
او اللي موجوده في المدينه. وكان معاه في هذه الايام صديقه، وهو ده اللي بيذكره معانا في النص النهارده. كانوا بيعملوا حاجه كده في الريف وبيلعبوا وبيترقصوا مثل البلابل المغرده زي ما هنشوف. فبيعبر لنا بقى عن جمال الريف باسلوب رائع. تعال نمسك النص اول بيت ونشوف كده معنى الابيات، معنى الكلام ايه والشرح بتاع الابيات. يقول الشعر في البيت الاول: ايام كانت للحياه حلاوه الارض المطيط. تعال نمسك كده المعاني الصعبه ونقول حلاوه هنا بمعنى جمال، وعكسها مراره او قبح. والروض هنا الحدائق الخضراء ومفردها الروضه. خلي بالك ان الروضه تجمع على الروض وعلى الرياض. والمطير اي كثير المطر. جميل جدا. تعال نشوف بقى المشهد ده، مشهد هنتخيله كده يعني في ذهننا كده ونرسمه كده كانه قدام عينينا. الشاعر بيقول: عندما كنت اجلس في الحدائق الخضراء ذات اللون الاخضر الزاكي فيتساقط عليها حبات المطر فيظهر اللون الزاكي كاجمل ما يكون. كده الكلام واضح جدا. فيوضح الشاعر هذا المعنى بانه يزداد روعه وجمالا بسبب نزول المطر على الحدائق الخضراء. البيت تاني بسرعه كده. الشاعر بيقول: كانت مشاهد الريف رائعه وجميله وتذكر ذكرياته الجميله. اول مشهد من مشاهد الريف ان الشاعر كان يجلس في الحديقه الخضراء فيتساقط عليها حبات المطر فيظهر الشجر بلونه الاخضر زاهيا، فذلك مظهر رائع من مظاهر الريف وجماله. ده البيت الاول. البيت الثاني يعبر الشاعر عن مشهد ثاني. كل مشهد يا اولاد عايزين نتخيله في ذهننا كانه حقيقي قدامنا عشان نقدر نفهم النص. الشاعر بيقول: العصفور عندما يجلس فوق الشجرة في عشه يعيش في وداعة في هدوء في اطمئنان. تحت هذه الشجرة جداول. جداول هنا معناها مجاري للمياه الصغيرة، مفردها جدول زي الترعة كده. احنا بنقول عليها ترعة ولكن في اللغة العربية اسمها جدول. والجدول هو مجرى ماء صغير يمتلئ بماء النمير. ماء نمير يعني نمير هنا بمعنى طيب، وعكسه ماء خبيث، ماء مش صافي، ماء عكر. اما الشاعر هنا بيقول ان الماء الذي يجري في هذه الجداول ماء نمير، ماء طيب. تخيل معايا عصفور يجلس في عشه في هدوء في وداع يغني باعلى الاصوات والالحان، وفي نفس الوقت تجري تحته مجاري المياه او المجرى الماء الصغير وهو الجدول الذي تجري فيه ماء نمير او ماء طيب. ده المشهد الثاني. احنا عندنا مشهدين. الشعر بيوضح بقى ولاد البيت الثالث انه كانت هذه الايام او ايام طفولته كان لم يعرف من الدنيا باسرها او الدنيا كلها سوى هنا بمعنى غير. كان لا يعرف منها اي شيء، لا مسؤوليات، لا اعباء، لا متاعب. كان لا يتعب ولا يشقى. طفل يعيش طفولته فكان لا يعرف فيها الا شيئا واحدا هو الفرح والمرح والسرور والبهجه والسعاده. تعالى مع بعض نشوف الشاعر وصديقه زي ما انا قلت في الاول بيعملوا ايه بقى في الحديقه الخضراء او في جو الريف الرائع. كان وصديقه يبنيان بناء. كان لا يعرف اي شيء سوى اول حاجه السرور، ثاني حاجه كانت شغلانته كلها اللي كان بيعملها ان هو كان يبني اكواخ او بيوت صغيره من الطين. تمام. كانت هذه البيوت ايضا تحت عشاش الطيور. طيب اذا جاءت الرياح وهدمت هذه البيوت الصغيره، ما رد فعل الشاعر وصديقه؟ كان لا يثوران ولا يغضبان ولا ينزعجان مما حدث. ليه بقى يا اولاد؟ لان طبيعي طفل بريء ليس بداخله اي كراهيه ولا احقاد. لو اي حاجه ضايقته بيزعل بس لحظات قليله ثم يعود مره اخرى ويصفو ويلعب مره اخرى ويعيش حياته. تمام. فده اللي الشعر بالظبط بيه. نعيد الاربع بيات تاني لان احنا هنقسم النص ده على مرتين. تعالى مع بعض نقول الشعر في البيت الاول. يقول: كانت مشاهد الريف جميله وخلابه
وعندما كنت اجلس في الحدائق اللي هي الروض دي كان تساقط علي حبات المطر الرائعه. المنظر الثاني والمشهد الثاني كان العصفور ايضا يعيش في عرشه في وداع. كلمه وداع هنا معناها هدوء واطمئنان واستقرار وسكينه بين جداول الماء الطيب، والجداول هو مجرى الماء الصغير والنمير بمعنى الطيب. كان لا يعرف من الدنيا اي شيء سوى الفرح والسرور، وانه يبني الاكواخ الصغيره المصنوعه من الطين تحت اعشاش الطيور. كان لا يعرف اي شيء في هذا العمر او في هذه المرحله الا الفرح والسرور وبناء اكواخ الطيور. واذا جاءت رياح قويه عاصفه شديده هدمت هذه البيوت لانها كانت مصنوعه من الطين فهي ضعيفه. كان لا نضج هنا بمعنى نغضب ونثور، ونثور بمعنى نغضب ونحزن، الاثنين بنفس الايه؟ بنفس المعنى. لغه مظاهر الجمال ان هو بيؤكد المعنى ويوضح. تعالى مع بعض نكمل ونشوف معنى الروض. الحديقه او الحدائق ومفردها الروضه ومضاد صحاري. المطير اي كثير المطر، ومضاد المطير الجد او صحراء جباء اي لا زرع فيها ولا اي شيء ولا ماء. العصفور جمعه العصافير. وداع الهدوء وسكون، ومضادها ضوضاء وصخب. اما الماء جمعه المياه والامواج. جداول معناها مجرى ماء صغير ومفردها جدول. اما النمير كما ذكرنا معناها الطيب وعكسها السيء، فالواحد قال الخبيث تمام، وجمع النمير النار. وحلاوه معناها جمال ومضادها مراره. وبين الذي ذكر في النص هي ظرف مكان. والحياه مضادها الموت وجمعها الحيوانات. سؤال كده الشاعر: ما الايام التي يحكي عنها الشاعر؟ بالتاكيد يحكي الشاعر عن ايام طفولته وذكرياته الجميله التي عاشها في الريف. طب لماذا كان يحكي عن هذه الايام بالتحديد؟ لانها كانت ايام جميله والحياه فيها اجمل، كان يملاها الفرح والسعاده والسرور. الى ما يرمز العصفور في البيت الثاني؟ يرمز العصفور في البيت الثاني الى الرقه والخفه والنشاط للطفلين اللي هو الشعر وصديقه. طبيعي لان العصفور كثير الحركه وكثير النشاط، فايضا الطفل وصديقه صغيران كثيران الحركه والنشاط. طيب مظاهر الجمال. حلاوه الروض المطير. مظاهر الجمال في النص ده محتاجه تركيز شويه او فهم، لان هي يعني صعبه شويه. فاغلبها تلاقي الشاعر او الكتاب يعني موجود فيه ان الشاعر دائما بيؤكد على جمال الحياه ايام الطفوله وبراءه الطفوله واهلها واستعادة فيه. فنقول حلاوه الروض المطير يعني جمال الحدائق ذات المطر. فيقول ان التعبير ده بيؤكد ويدلل في الشعر على ان الحياه ايام الطفوله كانت حياه جميله فيها مناظر جميله زي ما هو بيقول كده. طيب وداع العصفور بين جداول الماء النمير. طبعا هنا يا اولاد صور العصفور وصور الحياه كلها بانها جميله مما يجعل العصفور هادئا وديعا امنا. طب لو واحد قال التعبير يدل على الاطمئنان الذي يعيشه العصفور، تمام صح جدا. طيب معنى الدنيا هي الحياة، ومضاد الدنيا الآخرة، وجمع الدنيا الدنى. أما مذكر الدنيا هو الأدنى لأن الدنيا مؤنث. سوى بمعنى غير. والطائر لها جمعان: الطيور والطير. الطيور والطير. مرح السرور أي الفرح، ومضاد المرح هو الحزن. جمع الريح الرياح. وأكواخ هي بيوت صغيرة مصنوعة من الطين. ومفرد أكواخ كوخ. وأعشاش هي ما يجمعه الطائر من أعوان، ومفردها عش. ونضج أي نجزع ونحزن، والمضاد نصبر. أما النثور المراد بها نغضب، ومضادها نهدأ ونخضع ونستكين. ماذا يعرف الشاعر عن الدنيا كما فهمت من الأبيات؟ الذي يعرفه شيئان هو المرح والسرور وبناء أكواخ الطفولة. لماذا كرر الشاعر او الفائده من تكرار كلمه ايام؟ لكي يؤكد بها الشاعر انه تمتع بذكريات طفولته وسعد بها، فنقول افاد تمتع الشاعر وسعادته بذكريات ايامه الطفوله. طب ماذا كان يفعل الطفلان تحت عشاش الطيور؟ احسنت، كان يبنيان ويلعبان ويمرحان ويبنيان البيوت الصغيره او الاكواخ الصغيره. ماذا تفعل الرياح بالاكواخ؟
كانت الرياح القوية تهدم هذه البيوت أو الأكواخ الضعيفة. مظاهر الجمال، تعلمنا أيضا في مظاهر الجمال أننا إذا وجدنا أداتنا سواء كانت بهامات أو لم أو لن مع أداة استثناء زي إلا أو استوى أو غير، فده كده اسمه أسلوب توكيد. عايزك تحفظها كده لأن ده مظهر جمالي ثابت أول ما لقينا عليه أسلوب توكيد. وهنا كده صور السرور بإنسان يمرح، صور السرور بإنسان يمرح. طبعا عايزك تعرف هنا اللي ممكن يسألك ويقول لك ما نوع الأسلوب في الجملة. طيب، نبني فتهدمها الرياح، بين نبني وتهدمها تضاد يقوي المعنى ويوضحه. لا نضج ولا نثور، تعبير جميل يصور الطفولة في براءتها. طبعا ما صورهاش بحاجة وبس، بيعرفنا قد ايه الطفولة كانت في براءة، والطفل عندما يكون صغيرا يكون عنده براءة وصفاء ونقاء ليس بداخله أحقاد ولا كراهية حتى يغضب مما فعلته الرياح بالأمواج الصغيرة. وإلى هنا نهاية بريد، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.